السلام عليكم. ايوه استاذنا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله استاذنا. استاذ باشمهندس محمد اشرف، هل ممكن تعمل شير سكرين على ما اعرف حضرتك؟ ثانيه واحده. مهندس محمد اشرف استاذنا الفاضل، هنتكلم النهارده عن تحسين توزيع سرعات المياه في بحيره المنزله بتطبيق النمذجه الهيدروديناميكيه. والمهندس محمد اشرف هو مهندس بنيه تحتيه بهيئة قناة السويس، وحصل على درجة الماجستير هندسة الري والهيدروليكا كلية هندسة جامعة الإسكندرية 2018، ونشر بحثين، وهو مساعد باحث غير متفرغ في قسم البناء بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإسكندرية مصر، ومهندس موقع في شركة بتروجيت، شركة المشاريع البترولية. وشرفنا إن هو يلقي المحاضرة النهاردة. اتفضل يا أستاذنا. السلام عليكم، ازي حضرتكم؟ شكرا باشمهندس عمر على المقدمة، وشكرا دكتور عمر على المحاضرة الرائعة. أنا بس عايز أوضح إن أنا مهندس في هيئة قناة السويس وحاليا، لكن بتروجيت والأكاديمية البحرية كانوا فترة سابقة إن شاء الله، ويعني لغاية 2017. أنا النهاردة هتكلم عن موضوع مختلف تماما، يعني على العمارة وكده، موضوع في الري والهيدروليك، وهو تحسين سرعات توزيع المياه في بحيرة المنزلة، واللي هي من أكبر البحيرات الشمالية في مصر. أتمنى بس الصوت يكون واضح لحضراتكم. تمام، واضح يا باشمهندس. المحتوى بتاعنا النهارده هيبقى مقدمة سريعة عن إيه بحيرة المنزلة، عشان الناس برضه اللي ما تعرفش يعني، أو موضوع جديد بالنسبة لها، وبعض الأبحاث السابقة هيعمل لها ريفيو كده سريع، وهنشوف الباحثين اللي قبلنا قالوا إيه في الموضوع ده، والميثودز اللي احنا استخدمناها، والبروبوزد انترفنشنز اند ريكومندد اوبشنز، والحلول اللي احنا اقترحناها وعملنا لها سيموليشن وموديلنج على برنامج ايبر موديلنج، وخامس حاجه الكلينوميتر، والاخر حاجه الكونكلوجن اند ريكومنديشن. الناس برضو عشان تكون متخيله معايا ايه بحيره المنزله، هو احنا عندنا خمس بحيرات شماليه في مصر، ماريوت وايدكو والبرونس والمنزله والبردوي. بحيرة المنزلة هي من أكبر البحيرات الشمالية، تمام؟ بحيرة المنزلة طبعا هي من أهم المصادر بالنسبة لمصر في الثروة السمكية والسياحة وإنتاج الملح. البحيرة للأسف تقلصت مساحتها، البحيرة هي الباوندري اللي مرسوم بالأحمر ده، تمام؟ والأزرق ده هو يعتبر الجزر اللي أنا أخدتها معايا في السيموليشن اللي انا عملته بايبر موديلنج، تمام؟ البحيره تقلصت مساحتها عبر بقى الزمن اللي فات من حوالي 1000 كيلومتر مربع الى حاليا وصلت 400 كيلومتر مربع، نتيجه طبعا التعديات اللي حصلت عليها والحاجات الغير قانونيه. طبعا الجزر داخل البحيره بتزيد بصوره كبيره جدا، والتصرفات دي كلها غير سليمه طبعا من المواطنين. البحيره بيربطها من البحر بوغازين، بوغاز اشتون الجميل القديم والجديد، اللي هم بالاحمر هنا، ده البحر المتوسط، تمام؟ دي قناه السويس اللي على اليمين، تمام؟ او شرقا شرق البحيره، وشمالا البحر المتوسط، وغربا محافظه دمياط، وجنوبا محافظه الشرقيه والدقهليه. البحيرة بيربطها بالبحر المتوسط بغازين اشتون جميل القديم والجديد، زائد قناة اتصال ما بين قناة السويس والبحيرة ايضا من فروم ذا ايست. اما بالنسبة للمصادر بقى اللي بتصب في البحيرة، ودي هي من اسوأ يعني من اكثر المصادر تلوثا، وهي مصرف بحر البقر وغيره من المصارف زي مصرف بحر حدوث والطويل وفرسكور والعطوي. دي برضه صوره للمصارف، بحر البقر اهو ورمسيس، ومصرف رمسيس وبحر حدوث والطويل. طبعا المصارف دي كلها بتيجي منها مياه صرف صحي وصرف زراعي غير معالجه، وبتسبب ودمرت فعلا الثروه السمكيه في البحيره. البروبلمز اللي بتخلي ما فيش اي ووتر سيركيليشن او في فري هيدروديناميك سيركيليشن بالنسبه للميه في البحيره، في اماكن كتيره جدا في البحيره ميه تعتبر راكده،
نتيجة الجزر الكتيرة زي ما قلنا، والطريق الدائري اللي هو الطريق الدولي الساحلي اللي هو بيفصل ما بين البحر والبحيرة، وده سبب إن ما بقاش في اتصال أو قناة اتصال ما بين البحيرة والبحر. تالت حاجة البوليوشنز اللي جاية طبعا زي ما قلنا، الصرف الصحي والصرف الزراعي من المصارف دي بتصب في البحيرة، وصرف صحي خام للأسف يعني. رابع حاجة الفيش فارمز اللي هي برضو الحاجات الإليجال والحاجات المواطنين للأسف في أجزاء كتيرة اتردمت من البحيرة، وقلنا إن هي مساحتها حاليا 400 كيلومتر من 1000 كيلومتر تقريبا، قلت النص تقريبا مساحة البحيرة. احنا النهارده الاهداف بتاعتنا هنعمل ايه؟ احنا عملنا في البحث بتاعنا ده مونيتورنج كده، وقسنا 5 بارامترز منها البي اتش والديسولفد اوكسجين في اماكن متفرقه او في 10 نقاط من البحيره، ودي كانت جزء دراسه حقليه في البحيره نفسها. تاني حاجه عملنا سيموليشن للبحيره باستخدام برنامج اسمه اي بار موديلنج، وهو برنامج اسباني وهو فري يعني، ممكن الناس تقدر تنزله وتعمل وتستخدمه مفيش اي مشكله. تالت حاجه عملنا حلول، عملنا حوالي 9 حلول مقترحه ربنا اقترحها لتحسين الووتر سيركوليشن وحركه المياه ما بين البحر والبحيره. رابع حاجه عملنا زي ابلكيشن كده ظريف باستخدام البيانو كبير، وقلنا ان احنا هننشئ حضارات اسمها بيانو كبير على المصارف اللي هي بتصب في البحيره. هنناقش زمايلنا اللي قبل كده الباحثين عملوا ايه والريفيوز بتاعتهم الليترشر ريفيوز. بالنسبه للهيفي ميتالز طبعا سنه 2004 و2015 اتضح ان في كميات كبيره نتيجه الابحاث اللي اتعملت، ان في كميات ضخمه جدا من الهيفي ميتالز اللي جايه من المصارف اللي قلنا عليها زي بحر البقر ورمسيس والمطريه وبحر حدوث، اللي هي بتحمل هيفي ميتالز وبتصب مباشره في البحيره. وللاسف هي عدت اليونيفرسال جايد لاينز اللي بتنص عليها الانفيرمنتال بروتكشن ايجنسي، فطبعا ده شيء مش للاسف مش كويس. تاني نقطة الووتر كواليتي، جودة المياه والهيدروديناميك موديلنج بالنسبة للبحيرة. طبعا قلنا نتيجة التصرفات اللي بتيجي وعدم معالجة، للأسف المصارف دي بتحمل صرف صحي خام في المصارف دي، ومنها بتصب مباشرة في البحيرة، فطبعا كل ده بيأثر على الووتر كواليتي بتاع البحيرة. زائد ان دلوقتي معظم البحيره تقريبا بقى عمقها في حدود متر او متر 15 بالكثير متر ونص، للاسف بقت شالو ووتر. في برضه في سنه 2010 كان اقتراح ان 40% من الريدكشن نتيجه ان احنا ممكن 40% من التلوث ينخفض في البحيره، بس في مقابل ان احنا نحول المصارف بدل ما تصب في البحيره نحاول نعالجها معالجه ثلاثيه زي ما حصل في مصرف بحر البقر، وان احنا نستخدمها في استصلاح الاراضي والاريجيشن. تمام، نحاول ما نخليش المصارف دي تصب في البحيره ونستغلها في بعد المعالجه طبعا في الري. برضو للاسف one of the most dangerous hazards اللي هو تاثير التلوث ده على التلوث الميه والسويل برضو. تمام، وبرضو للاسف احنا كان برضو زمايلنا سنه 2011 و2015 اخذوا عينات من السويل والاسماك برضو، ولقوا ان هي بتحتوي على concentration of metals عاليه جدا، وده برضو بيأثر على الكواليتي بتاعت المية والسويل، وأيضا بيأثر على البيئة وصحة الإنسان. من المشاريع اللي حاليا الابلايد بروجكت اللي الدولة بتعملها أو عملتها زي قناة البط، وهي دي قبل سد فرسكور على فرع دمياط، ودي برضو بتغذي الجزء الغربي من البحيرة بالميه المالحه، وبرضه انشاء محطه صرف محطه المعالجه الثلاثيه في شرق قناه السويس، واللي هي معتبر معظم التصرف بتاع مصرف بحر البقر بدل ما كان بيصبوا في البحيره
مباشرة بقى يتجه بسيفه السلام أسفل قناة السويس، وتعمل محطة معالجة ثلاثية تم افتتاحها قريبا لاستصلاح الأراضي الزراعية بعد المعالجة الثلاثية، وحوالي هيستصلحوا بيها حوالي 400,000 فدان. برضو من الحاجات المشاريع القومية اللي بتحصل حاليا شق قنوات إشعاعية من أشتون الجميل القديم والجديد زي البواغيز، وهي دي قنوات اتصال البحيرة بالبحر، لتحسين الووتر سيركليشن في البحيرة، وأيضا تطهير البحيرة. احنا قلنا ان البحيرة دلوقتي أصبح عمقها تقريبا 1.15 متر، فتعميق البحيرة أكتر من كده. وايضا الهيئه الانسانيه للقوات المسلحه هي بتشرف على العديد من المشروعات دلوقتي في البحيره، منها التطهير ومنها تحويل مصرف بحر البقر للمعالجه الثلاثيه اسفل قناه السويس، واستصلاح واستخدام الميه في استصلاح الاراضي الزراعيه. نيجي دلوقتي بقى لصلب الموضوع بتاعنا. البحيره بتاعتنا هي زي ما قلنا من الشمال البحر المتوسط، من الشرق محافظة بورسعيد وقناة السويس، من الجنوب محافظة الدقهلية والقليوبية والشرقية، ومن الغرب محافظة دمرود. البحيرة بيصب فيها 6 مصارف بإجمالي 12 مليون متر مكعب في اليوم، فرسكور والعطل وكل تصرف يمكن أكبرهم زي ما احنا شايفين تحت بحر بقر لوحده بيصب 6 مليون متر مكعب في اليوم. أول جزء احنا عملنا دراسات حقلية قسنا فيه في 10 أماكن، واستخدمنا بورتابل ديفايسز كده بيقيس الـ pH والإلكتريك كوندكتيفيتي والتوتال ديسولفد سوليدز والديسولفد أكسجين. دي ال 10 مواقع اللي احنا أخدنا زي فلوكة كده ونزلنا أنا والدكتور المشرف عليا في الماجستير، ونزلنا اخذنا في النقط اللي متوضحه دي البواغيز اللي فوق بيتصلوا بالبحر المتوسط بغاز الشموع الجميل القديم والجديد اللي مكتوب عنده سايت 1 وسايت 2، وهنا دي قناه الاتصال ما بين قناه السويس وبحيره المنزله في الجزء الشرقي من البحيره، وده مصرف بحر البقر. دي توزيعه النقاط اللي احنا اخذنا فيها عينات الوتر. دي بعض الصور من الدراسات الحقليه. ده ملخص سريع يعني بدون الخوض في التفاصيل. ده للـ pH والـ EC والـ TDS والـ temperature والـ dissolved oxygen. هيبان عندنا ان الـ pH بيتراوح العينات اللي احنا خدناها من 7 لـ 8.68، والـ dissolved oxygen هيبان جدا ان عند مصرف بحر البقر الـ dissolved oxygen 2 ملي جرام بر لتر، في حين ان عند البواغيز 7.6 و7.8 و8.5 ملي جرام بر لتر. فالديسولفد اكسجين طبعا عند الجزء المالح من البحيره او عند بواغيز اتصالها بالبحر بيكون اكتر من بحر البقر. الديسولفد اكسجين الاكسجين زائد تقريبا 2، وده بيأثر بيبين مدى تأثير المصرف على الثروه السمكيه. تقريبا معظم الثروه السمكيه في البحيره وخاصه عند المصارف اتدمرت. عملنا سيموليشن باستخدام ايبر موديل، وهو برنامج يعني متاح للجميع زي ما قلت، وعملنا سيميوليشن كده بسيط مثلنا فيه البواغيز اللي هو مصدر المياه المالحه من البحر، وايضا مثلنا فيه قناه الاتصال ما بينها وبين قناه السويس، ما بين البحيره وقناه السويس، وايضا المصارف، مثلنا المصارف كلها بالتصرفات بتاعتها اللي بتصب في البحيره. وزي ما قلت البرنامج تقدروا تحملوه يعني هو فري. عملنا برضه كاليبريشن ما بين الايبر وما بين دراسه كانت عاملاها وزاره الموارد المائيه والري في حاله اقصى مد واقصى جذر للبحيره ما بين الموديل اللي انا عملته للايبر وما بين دراسه كانت عاملاها وزاره الري باستخدام برنامج دلفت 3 دي. تمام. تقريبا يعني عشان ما اطولش على حضراتكم، الاختلاف كان ما بين التو مودلز قبل ما انا بقى اطبق الحلول بتاعتي، كان لازم اعمل كالبريشن ده، كان تقريبا في حدود يعني من 10 ل 12 13%.
تمام، وده يعني نسبه مقبوله في الديفرنس يعني، عشان طبعا الايبر ليه مدخلات معينه، والدلفت 3 دي برضو ليه يعني، هو يعتبر ادق شويه الدلفت من الايبر اللي انا استخدمته، فالاختلاف ده وارد ان هو يحصل. طبعا تم مقارنه السرعات ما بين التو مودلز، كان الاختلاف زي ما قلت من 10 ل 12 13% عند سواء عند البواخيز او اللي هو عند البحر يعني، اتصال البحيره والبحر، او في الميدل بتاع البحيره، في وسط البحيره او شرق البحيره او غرب البحيره، في الاماكن المختلفه برضو كان اختلاف في رينج ال 10%. انا عملت سيموليشن ل 10 حالات تقريبا. الحاله الاولى اللي هو البيز لاين كيس، اللي هو البحيره دي الوضع الحالي بتاعها ايه، مثلته قبل ما انا اقترح بقى ال9 حلول اللي انا اقترحتهم في الرساله بتاعتي. كان لازم اعمل البيز لاين كيس، الوضع الحالي في البحيره ايه، عشان بعد كده اقارن الوضع الحالي بالحلول اللي انا اقترحتها. بس عملت لكل حل من دول، سواء الحلول او البيز لاين كيس الوضع الحالي للبحيره، مثلته في 4 حالات: المينيمم تايد ان سمر، والماكسيمم تايد ان سمر، والمينيمم تايد ان وينتر، والماكسيمم تايد ان وينتر. المد والجزر، اقصى مد واقصى جزر في السمر، واقصى مد واقصى جزر في الفصل الشتاء. تمام؟ ودي المناسيب يعني سواء عند الاستريس اللي هو الووتر ليفل عند الاستريس اللي هو البواغيز، او الووتر ليفلز عند الدرينز المصارف في الفور كيسز. تمام؟ وهطبق الفور كيسز اللي انا قلتهم دول على جميع الحلول، يعني انا عندي 10 حالات 10 حلول قصدي، باربع حالات عملت 40 موديلنج في الدراسه بتاعتي. ده كان توزيع السرعات او الفيلوسيتي باترن ديستريبيوشن تمام للبوز لاين كيس، وبيوضح طبعا الالوان اللي هي بالاحمر شويه دي بتبين ان السرعات في الاجزاء دي كويسه او يعني مناسبه او عاليه شويه، اما اللي بالاخضر او اللي بالازرق ده ديد زونز، الميه مش قادره للاسف توصل للاماكن دي. زي ما انا قلت برضو يعني البحيره بتواجه صعوبات كثيره جدا، في اجزاء منها ديد زونز ما بتقدرش الميه توصل لها، فللاسف ده برضه بيأثر على الثروه السمكيه والووتر كواليتي بتاع البحيره نفسه. البروبوزد انترفنشنز بقى والحلول اللي انا اقترحتها درستها من اتجاهين، من الفيلوسيتي ديستريبيوشن باترن او الفيلوسيتي ديستريبيوشن اناليسيز، والسبيشال كوست اناليسيز. الكوست وقتها طبعا الدراسه دي كانت في سنه 2018، طبعا الاسعار اتغيرت تماما يعني للحلول دي دلوقتي. دي الحلول بتاعتي، ان انا اول حل ان انا اعمل امنع المصارف ان هي تصب في البحيره، وده كان حل نظري شويه مش عملي، عشان تكلفه عمل تحويل للمصارف دي، وان انا ما اخليهاش تصب دي تكلفه رهيبه جدا وكبيره جدا. هنقولهم سريعا وبعد كده هنشرح كل واحد بالتفصيل. يبقى اول حل without drainage، هلغي المصارف تماما مش هخليها تصب في البحيره. dredging islands، هعمل تكريك كامل للبحيرة بالجزر اللي عليها. ثالث حل، هعمل تكريك للبحيرة بدون الجزر، هسيب الجزر زي ما هي. دريدجنج ستريتس، هعمل تكريك للبواغيز، عشان طبعا البواغيز بيحصل لها اطماء وترسيب بيقل اعماقها، فهعمل لها تكريك بحيث ان هو يزود الميه المالحه اللي بتدخل البحيره، وبيحسن الويتر سيركيليشن. السبلت شانلز، ودي قنوات اشعاعيه زي قنوات هشقها في وسط البحيره من البغاز من البحر داخل قلب البحيره، الكور بتاع البحيره، تمام؟ بحيث ان هي تسهل عمليه وصول المياه المالحه للبحيره. سادس حل، هعمل ستريتس جديده، هحاول اعمل قنوات اتصال بدل الشوم الجميل القديم والجديد، بدل ما البحيره تكون مربوطه بالبحر بقناتين او بغازين بس، هعمل بواغيز جديده بعروض مختلفه 200 متر و500 متر و1000 متر، تمام؟ تاسع حل والاخير الكونستراكت ويرز، هعمل
انشاء هضارات على المصارف، تمام، بحيث ان هو يمنع التلوث اللي جاي من المصارف. اول حل عندي واللي هو معلش ثانية واحدة، ان انا هعمل هلغي تماما المصارف بتاعتي، مش هخلي ولا مصرف عندي يصب ايه في البحيره. المصارف اللي هي الخطوط اللي تحت هتلاقوها الحاجات اللي جايه، مش عارف واضحه ولا لا، بس ايه بوينتر، اللي هي الخطوط اللي جايه زي ما قلنا، ده بحر البقر، وهنا برضو المصارف دي كلها. منعت التصرفات ان هي ترمي التصرفات بتاعت المصارف ترمي في البحيره، واكتفيت بس بالبواغيز، وهي دي مثلتها في الموديل بتاعي. فهتلاقوا عند البواغيز في الفور كيسز اللي هو في الجولاي او في السمر لو تايد وهاي تايد، وبرده في اللو تايد والهاي تايد في جانيوري او في الوينتر، تمام، هتلاقوا الاجزاء اللي عند البواغيز هي اللي فيها اكتر تصرفات، ولكن عند اللي بالاخضر ده دي زوز الميه مش قادره، البواغيز او التو ستريس دول مش قادرين يوزعوا الميه على كامل البحيره، وده بيأثر برضو. يعني بتلاقي الجزء الشمالي من البحيره هو اللي فيه ووتر سيركيليشن كويس قوي، اما الجزء الجنوبي والغربي تقريبا ميت تماما، المياه مش قادره توصل له، في ديد زونز كتيره نتيجه برضو الجزر بتمنع ان المياه يحصل لها تدوير بشكل كويس. تاني حل ان انا هعمل هشيل الجزر، يعني انا هعمل تكريك للبحيره كلها، وهعمق هعمل زي تعميق لقاع البحيره. احنا قلنا في الدراسه بتاعتي انا خليت العمق بتاعي متر ونص تقريبا، انا زودت متر هعمق، يبقى عمق البحيره هيبقى 2 متر ونص. ده طبعا حل يعني برضو يعني نظري شويه، ان انا ازاي هشيل الجزر دي، وفي جزر مرتفعه عن سطح الميه حوالي 2 متر و3 متر، وفي مباني قائمه وفي تعديات وناس بانيه وساكنه. فطبعا ان انا اشيل الجزر ده حل مكلف جدا وحل نظري شويه مش عملي. ودي كانت التوزيع بتاعتي او الفيلوسيتي ديستريبيوشن للفور كيسز، برضو في اللو تايد والهاي تايد في السمر والوينتر. الحل الثالث ان انا استخدمت عملت تكريك للبحيره بس حافظت على الجزر، الجزر اللي هي باللون الابيض دي، اللي هي دي مش ميه، اللي بالابيض ده مش ميه، تمام، لكن اللي في جريدنج كده والوان، ده اللي يعتبر ايه توزيع الميه او توزيع السرعات في البحيره، تمام، ان انا حافظت وعمقت البحيره برضه، بدل ما عمقها متر ونص خليت عمقها 2 متر للبحيره. في الهاي تايد في واللو تايد في الجولاي هنلاقي ان الاجزاء اللي عند البواغيز الى حد ما كويسه، اما الاجزاء اما الـ في الـ في الـ في الجينيوري او في الفصل الشتاء هنلاقي الميه او التصرفات في الجزء الجنوبي والغربي البحيره تقريبا مش قادر يوصل له ميه، والجزء الشمالي بس هو اللي بيتاثر، اللي هو ناحيه الميديترينيان سي او البحر المتوسط اللي هو الجزء اللي فوق، تمام. نطاق تاثيره حول البواغيس فقط، ولكن برضو الميه مش قادره توصل لبقيه البحيره نتيجه برضو ان الجزر عائق للاسف. يعني رابع حل عملنا دريدجنج للاكزيستنج تو ستريتس، ان احنا شفنا الستريتس دي او البواغيز اشتون الجميل القديم واشتون الجميل الجديد اللي هم الاثنين اللي فوق الستريتس دول، اتمنى يكونوا واضحين عند حضراتكم. دول اعماقهم التصميميه واتصمموا على ايه، طبعا حصل لهم ترصيب واعماقهم اختلفت، فاحنا عملنا لهم تكريك وشفنا المستندات اللي عندنا والاعماق التصميميه، التصميم بتاع البواغيز ده كان متصمم على قد ايه، لقينا ان هو عمقه 3 متر 70، فعملنا تكريك مثلنا يعني في الايبر، دخلنا ان عمق البواغيز ده هيبقى 3 متر 70، نفس العمق التصميمي اللي هو كان متصمم عليه وقت انشائه من زمان جدا. طبعا ده حسن الحركه، هنلاقي برضه حسن شويه من السيركليشن والووتر كواليتي ما بين البحر والبحيره في الاجزاء الشماليه برضه، لكن برضه ما زال في ديد زونز المياه مش قادره، ولكن افضل من الحلول السابقه.
الحل الخامس ان احنا عملنا سبليت شانلز. سبليت شانلز بمعنى ايه؟ ان احنا اخذنا من البواغيز قناه اشعاعيه اكني بشق قناه في وسط الميه، ولكن بعمق اكبر شويه من عمق البحيره. يعني البحيره كلها لو متر ونص مثلا عمقها، انا القنوات الاشعاعيه دي او السبليت شانلز هتبقى مثلا عمقها مسميه تقريبا 2 متر 20، وعرض القنوات دي كان 60 متر، 60 متر باطوال 6 كيلو. تمام. القناه دي تقريبا، يعني عشان حضرتك تتخيل معايا، هيجي هتمشي من البوغاز تيجي في الكور في قلب البحيره، وهكذا برضو من هنا هيجي القناه دي هنشقها في وسط الميه بحيث ان هي تساعد الميه ان هي توصل للكور بتاع البحيره وتحسن الووتر سيركوليشن، وبالتالي تحسن الفيلوسيتي ديستريبيوشن. فبرضو دي الحلول الفور كيسز في الوينتر والسمر في اللو تايد والهاي تايد. وبرضو هنا قابلنا في هتلاحظوا في الرسمتين اللي تحت في الوينتر تحسين شويه في الـ في الـ في الـ في السرعات في الجزء الشمالي اللي هو قريب من البواغيز اللي هو الجزء ده. تمام. وزي ما قلنا اللون لما يكون قريب للاحمر ده معناه ان الفيلوسيتي كويسه، ولما يكون اخضر او ازرق بيكون ان الجزء ده مش قادر، مش يعني مفيش ووتر، مفيش فيلوسيتي تقريبا، او الميه راكده فيه. طيب سادس حل وسابع حل وثامن حل هم يعتبر حل واحد ولكن بعروض مختلفه، ان انا انشئ بدل ما البحيره كلها مربوطه بالبحر عن طريق بوغازين اللي هم دول اللي هم التو ستريس دول، انا هعمل بوغاز جديد. تمام. هنشئه. تمام. وعملت برضو سيميوليشن بثلاث عروض مختلفه، 200 متر و500 متر و1000 متر. تمام. ده عرض البوغاز، وقلت ان هو تقريبا هيبعد 16 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط. تقريبا ده المكان لما يعني لما شفنا كده الاماكن المتوفره في البحر المتوسط لقينا المكان ده هو انسب مكان بحيث ان هو يحسن الجزء الجزء الغربي من البحيره يحصل له ووتر سيركوليشن ويتحسن. وبالفعل هنلاقي الجزء ده برضو اتحسن شويه الووتر سيركوليشن فيه، وهنا برضو يعني الفيلوستي اتحسنت شويه نتيجه انشاء البغاز الجديد. ولكن برضو هنا في ديد زونز اللي هي بالاخضر كده نتيجه ان الجزر دي ستظل عائق برضو، ان انا مش قادره الميه مش قادره يحصل لها سيركليشن كويس نتيجه وجود جزر كتيره. وزي ما قلنا دي تعتبر زي الجزر دي بسبب تعديات الناس بدات بتردل في البحيره على مر بقى السنين اللي فاتت، فللاسف البحيره تدهورت بصوره كبيره يعني على مدار العقود اللي فاتت. زي ما قلنا ده اللي فات ده عرض 200 متر، ده عرض 500 متر، ان هتلاقوا الستريت ده عرضه كبير شويه. تمام. وبالتالي هتلاقوا ان برضه الالوان اتغيرت شويه، ان السرعات زادت شويه. تمام. او الووتر سيركوليشن اتحسن. برضه هنا الانشاء بغاز جديد بعرض 1000 متر او بعرض كيلو تقريبا. تمام. ده برضه بيحسن اكتر واكتر، وخاصه في الـ في الـ في الـ في الوينتر في المينيوم تايد والهاي تايد هتلاقوا ان الاجزاء دي الميه فيها زادت بصوره كبيره، ولكن عشان الجزء ده اللي بالابيض زي ما قلنا دي جزر يعني دي مش ميه، فمنعت بتخلي فيه ديد زونز حواليها. دايما هتلاقي اي جزيره حواليها ديد زونز الميه مش قادره توصل لها. دي مقارنه سريعه بين الثلاث حلول الاخيره اللي هو العرض 200 متر، ده النيو ستريت، ده الاولد ستريتس اللي هم اللي انا كاتب عليهم اولد ستريتس، ده النيو ستريتس بعرض 200 متر و500 متر و1000 متر. هتلاقوا ان الايه؟ ان الفيلوستي فيكتورز الفيكتورز بتزيد شويه، يعني كل طبعا ما زودت عرض البغاز كل ما الميه اللي جايه من البحيره من البحر للبحيره بقت بسرعه اكبر. اخر حل عندي وهو انشاء هضارات. بمعنى ايه؟ ان انا هعمل زي هضار او مانع كده، هعمل هاجي عند اخر الحاجات اللي انا عاملها بسيركلز كده دوتد لو انتم شايفينها،
تمام. دي اماكن انشاء الهضارات. الهضار هو منشا مائي بنشئه على رؤوس المصارف عند اللي هو نقطه اتصال المصرف بالبحيره، حاجه انشاء هضار، وهو زي سد كده صغير بحيث ان هو يمنعني التلوث، ما التلوث او الرواسب اللي في المصرف ده ما ترميش وما تردمش البحيره، والتلوث يتحجز في الاب ستريم او قبل المصرف، وكل شويه اطهر الاب ستريم بتاع الويرز دي او الهضارات اللي انا هنشئها، تمام؟ زي سدود صغيره بتمنع لي البوليوشن اللي هو او البوليوتنتس اللي هي تعدي في البحيره، تمام؟ وده حل برضو كويس جدا، وهنشوف برضو يعني واثر لي اكيد في الفيلوستي ديستريبيوشن، هتشوفوا ان توزيع السرعات اتحسن برضو ما عدا الاجزاء اللي حوالين الجزر. دي شكل ده شكل كده مبسط للهضارات، هو يعتبر زي سد كده هنشيله حوالين المصرف، والميه بتعلى فوق السد ده او فوق الهضار وبتعدي للبحيره. فانا هنشئ الهضارات دي زي سد كده، زي سدود صغيره على المصارف. ده ملخص للسرعات برضو في الماكسيمم فيلوستي والمينيمم فيلوستي عند الستريت ريجون، عند اماكن البواغيز، وعند المصارف، عند اماكن المصارف، وفي الميدل اوف ليك، تمام، في منتصف البحيره. الماكسيمم والمينيمم فيلوستي دي برضو طلعناها من الموديل، والتوتال كوست برضو هنلاقي ان انسب حل واللي ممكن يحسن لي شويه من توزيع السرعات ان انا انشئ هضارات، الحل رقم 10 او الحل الاخير يعني الكونستراكت ويرز اد اند اوف درينز، ان انا هنشئ هضارات على مصبات المصارف قبل ما تصب في البحيره، تمام. والسعر بتاعها برضو التوتال كوست بتاعها كان 23 مليون جنيه وقتها يعني، فده مناسب بالنسبه للسعر بتاعها، وحسن لي من السرعات عند الاماكن البواغيز والدرينز المصارف وفي وسط البحيره. نيجي للابلكيشن الاخير، انا اسف طولت على حضراتكم ولكن هقول بايجاز يعني الابلكيشن ده مرتبط بالحل الاخير اللي احنا قلنا هننشئ هضارات على المصارف، وكان شكل الهضار لو هرجع كده كان شكل الهضار حاجه تراديشنال كده عاديه زي كده، يعتبر سد صغير معمول من الجابيونات زي ما انتم شايفين، وهرصها وهتبقى زي سد بيمنع الـ بيحجز الرواسب قبله، وهحتاج بصوره دوريه ان انا هطهر في الاب ستريم بتاع الهضار، ولكن انا ممكن اطبق الهضار بشكل كويس او بشكل افضل شويه عن التراديشنال وير، وهو اسمه حاجه اسمها البيانو وير ابلكيشن اون بحر البقر. انا عملت ايه؟ انا اخدت فكره البيانو وير، هتلاقوا الوير ده بدل ما هو كان حاجه ستريت كده، تمام، ان انا هعمل سد كده بالصوره التقليديه، لا انا هعمل بيانو او سد على شكل سد على شكل بيانو وير. لو انتم شايفين ان هو في يعني زي زجزاج كده شويه او يعني شكل البيانو، فده بيحسن لي من ايه؟ بدل ما عرض المصرف مثلا 70 متر، لا هي المايه هتعدي على المحيط بتاع او البريمتر بتاع البيانو ده، فهتحسن لي من الديستشارج ما بين اللي جاي من الدرين وبيصب في البحيره. فالبيانو وير ده من احد التطبيقات الظريفه جدا، وانا طبقتها يعني عملت كده كيس ستدي على بحر البقر، بما ان هو ده يعني اسوأ مصرف واكثر مصرف بيصب في البحيره، تمام. ده شكل البيانو وير، ده اب ستريم اللي هو الميه، ده اتجاه الميه، الميه بتبقى من اب ستريم للداون ستريم، الميه بتطلع اول ما بتعدي البارابت ده بتنزل بتروح بقى ايه في الاتجاه في اتجاه الداون ستريم، تمام. ده البيانو كيوير دايمنشنز، وبرده مش هخوض في تفاصيل كتير قوي يعني التفاصيل الرياضيه، ولكن هو من الحلول اللطيفه جدا. البيانو وير ده في تصميمه بطريقتين، اول حاجه ريبيرو سنه 2012 بريزنتد ذيس هيدروليك ديزاين ابروتش، هو عمل مقارنه بين الطريقه التقليديه اللي هي اللينير شارب كريستد وير باستخدام المعادله دي، ودي معادله الناس يعني اللي في مدني او الناس اللي
يعني المتخصصه في الهيدروليكس، دي معادله الترديشنال وير، ودي معادله، ودي مقارنه، عامل مقارنه بين الكيو بيانو والكيو كريستد وير. طبعا نتيجه ان انا البيانو زاد عرضه او زادت المساحه المتلامسه معايا مع الميه، الديسشارج ده هيزيد وهيحسن لي من التصرفات اللي بتعدي من المصرف من البحيره مقارنه بالتراديشنال وير الهدار العادي. دي بعض الكوركشنز اللي انا لازم اخدها معايا في الاعتبار، الويث كوركشن والهايت كوركشن والبارابيت والاوفر هانجز، دي حاجات برضو يعني ايه خاصه بالبيانو فمش هاخد فيها يعني كتير. تاني طريقه البيانو كي وير سكند هيدروليك ديزاين ابروش، وده كان باستخدام ان انا بربط البروجكت بتاعي البروجكت كونسترين، او انا مثلا بدرس مصرف بحر البقر بربطه باكسبيرمنتال ريزلتس فروم ريفرنس سكيل موديل، ان انا بشوف ريفرنس موديل او ريفرنس مناسب ليا دراسات معمليه تمام، وابدا اقارن التصرفات المعمليه بالتصرفات بالبروجكت كونسترين، او زي ما قلت هطبق على مصرف بحر البقر ومن هنا بقدر اجيب التصرفات تمام. دي برضو تيبل بتاعت الريفرنس سكيل موديل بوسكرا، ودي جداول رياضيه يعني مش هتعمق فيها. انا طبقت زي ما قلت على بحر البقر وقلت الافيلبل كريست واتس عرض المصرف بحر البقر 70 متر مثلا، والافيلبل دريم درينج 600 متر مكعب في الثانيه، والكونستنت هيد متر، ودي كانت الرولز المحدده بالنسبه لي. طبقت المعادلات الرياضيه وقلت وشفت الكيسز المختلفه عند البيانو ويرز، وشفت التصرفات المقابله فيها مقابله ليها اللي هي في اخر اللي في اخر رو تمام. وبرده دي كانت تفاصيل رياضيه يعني مش هخوض فيها كتير. المهم ان انا طبقت البيانو وير ده على مصرف بحر البقر، وده كان الابلكيشنز اللي ساعدتني ان انا بنفس عرض المصرف، مش هزود عرض المصرف ولكن هيديني الديسشارج التصميمي او الديسشارج اللي انا عايزه نتيجه زياده اللينث بتاع المصرف عن عرض المصرف التقليدي. في النهايه انا عملت يعني عملنا ال 2 دي ايبر موديل زي ما قلت لحضراتكم، طبقت البوز لاين كيس اللي هو الوضع الحالي للبحيره، و طبقت التسع حلول بتوعي اللي انا قلتهم سريعا منذ قليل يعني، واتضح ان حل ان انا اعمل بيانو وير او ويرز على مصبات المصارف ده من اسهل الحلول، سواء في اللي بتفرق معايا في كسعر ايكونوميكال اناليسيز، او في الفيلوسيتي ديستريبيوشن اناليسيز اللي هو بتحسن ايضا من سرعات او الوتر سيركيليشن داخل البحيره. وحل طبعا وطبقت البيانو وير ده كان برضو من الحلول اللطيفه جدا اللي استخدمتها معايا. الريكومنديشنز طبعا ان احنا محتاجين نزود بارامترز اكتر من اللي انا دخلتها، ونستخدم سوفت ويرز يعني ادق من اللي انا استخدمته ايبر موديل، في برامج زي ده في 3 دي ادق شويه من اللي انا استخدمته البرنامج الاسباني، بحيث ان هو يحسن improve water quality في البحيره. ولازم ايضا متابعه المونيتورنج بالنسبه للووتر ليفلز والديسولفد اكسجين والبي اتش، لازم يبقى في دراسات حقليه في الموقع كل فتره، بحيث ان انا اشوف البحيره اخبار الاعماق ايه، هل اتردمت، هل الديسولفد اكسجين نسبها قلل جدا، بحيث ان ما تاثرش على الثروه السمكيه وما تاثرش على الكواليتي وجوده الميه داخل البحيره، وهي زي ما قلت البحيره تعتبر من اهم مصادر الثروه السمكيه في مصر واكبر البحيرات الشماليه اللي موجوده في مصر. انا شاكر حضراتكم، اسف اذا كان الموضوع مختلف شويه عن العماره، واسف يعني طول جدا يعني، واتمنى يعني ان انا كنت اشوفكم شرحت الموضوع بصوره موجزه. جزاكم الله كل خير يا استاذنا، الله يكرمك يا باشمهندس محمد، يعني انا شاكر ليك ان انت سعفتنا وربنا يكرمك يا استاذنا. لا انا اسف والله، انا يعني لا الله يكرمك باشمهندس عمر قال لي النهارده يعني الموضوع، فانا ما لحقتش احضر كويس يعني. لا ما شاء الله محاضره ممتازه جدا، الله يكرمك يا استاذنا.
آسف إن أنا مش محضر أنا أساسا المحاضرة، أنا قلتها يعني سريعا. والله جزاكم الله خيرا. أستاذنك لو في حد عنده سؤال قبل ما ندخل في المحاضرة طبعا طبعا التانية. طبعا طبعا، أي حد عنده سؤال تحت أمرك. مستعد للأسئلة، لو حد يعني حابب يسأل يتفضل يعمل ريز هاند أو حتى في الشات يعني. لو تمام يا استاذ، ما فيش اي اسئله الحمد لله. ان شاء الله استنى اشوف حاجه في الشات. مهندسه منى بتقول لك الموضوع شائك جدا، شكرا لحضرتك. شكرا لدكتور منى. طبعا انا اشكر جميع الحضور ومهندس اشرف ودكتور هبه ان شاء الله دلوقتي. دكتور هبه كان عندها مشاكل يعني، كان اي حد مكانها كان يعتذر، بس هي مشكوره يعني بذلت جهد كبير جدا انها تكون موجوده معانا، فبوجه لها شكر خاص. دكتورة المهندسة هبة محروس، مدرس بقسم العمارة وتكنولوجيا البناء الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، ومحاضر في التصميم والتخطيط البيئي بعدة جامعات مصرية ومنصات إلكترونية، سفير المناخ ومنطبع في مبادرة مليون شاب للتكيف المناخي التابع للعلوم البيئية بجامعة عين شمس. وإن شاء الله أكلمنا النهاردة على المحمية الطبيعية وثقافة المجتمع المحلي كإطار لتحقيق السياحة المستدامة في مصر. اتفضلي دكتورة. شكرا جزيلا باشمهندس عمر، اتمنى بس الصوت يكون واضح، وبعتذر جدا على الازعاج والدربكه اللي حصلت النهارده. لا لا صوت واضح الله يكرمك. لا لا الف شكر حضرتك، الله يكرمك يا دكتور. اتفضل. ثواني بس هعمل بس شير للحاضرة. برات خالص مع حضرتك. كده واضحة؟ لا احنا اللي ظهر معانا الفولدر نفسه مش البرزنتيشن. ممكن حضرتك تعملي شير تاني، وانت بتعملي الشير حضرتك ممكن تختاري اللي هو اختيار سكرين اول اختيار.